عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بوش من؟ بوش من؟ زين هات عطني عطني قرن. هذه عينه شطون سعيد بن هيان ليس من؟ سعيد بن عبد الله بن هيان. سعيد بن عبد الله بن حمد بن هيان. حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء تتواصل اشواطنا شوط تلو شوط. تعلن قبل قليل انطلاقه الشوط السادس مخصص للابكار المهجنات على بركه الله. شاهدنا قبل قليل شوط حشمه لخالد بن مبخوت بن سهيل المنهالي يرسل السلام الى اهالي الطويه. هناك نقول نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول مع القيادة من مع التي استفتحت إذاعة هذا الشوط. 19 هناك غزيلان لشي هناك مع القيادة مع المركز الأول غزيلان شليويح بن محمد بن غافان الجابري مع القيادة مع المركز الأول. أما ثانية المراكز اللي غيرت في هذه اللحظات تصدرت مع القيادة شرود. هناك أحمد بن خويتم حمد بن خويتم بن بخيت العامري مع هناك شرود مع القيادة. أما ثانية المراكز عسلة على ثانية المراكز عزلة من يتابع حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي يتابع لنا عزلة على ثاني المراكز. ثالث المراكز هناك في ثالث المراكز غزيلان. أما رابع المراكز الوصول والتحرك في رابع المراكز هناك في رابع المراكز هزاريف عبيد بن سعيد بن منانة هالكتبي يتابع لنا هزاريف على رابع المراكز. أما خامس المراكز هناك الوصول والتحرك من الفاتنة اشطيط بن سالم بن راشد الكتبي يقدم لنا الفاتنة على خامس المراكز. أما سادس المراكز الوصول والتحرك مع وعد غيرت إلى رابع المراكز عبد الله بن ناصر الشريفي مع رابع المراكز. في هذه اللحظات خذ لقطة يمصورنا مع الشعارات هناك التي على الخلف را شعار بن مرخان. ونعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة مع شرود حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا شرود على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. أما غزيلان في ثاني المراكز هناك غزلان على ثاني المراكز شليويح بن محمد بن غافان الجابري على ثاني المراكز. ثالث المراكز وعد عبد الله بن ناصر الشريفي على ثالث المراكز. هناك يقدم لنا وعد على ثالث المراكز. رابع المراكز را شعار بن منانة هناك هزا
الزراف هناك مع رابع المراكز عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي يقدم لنا هزراف على رابع المراكز خامس المراكز الوصول والتحرك من جعار بن مرخان في خامس المراكز هناك بيا سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر الاكتبي يقدم لنا بيا على رابع المراكز سادسا خلاص ولكن نعود مع الصدارة مع وعد على القيادة على المركز الأول يتابع عبد الله بن ناصر بن الخيرة الشريفي مع الصدارة ثاني المراكز هناك التحرك في ثاني المراكز شرود حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا شرود وعد وشرود بدا الابداع بدا التنافس الثنائي ثالث المراكز شعار بن مرخان بيا 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 وصلت بيا في ثالث المراكز ما شاء الله على هذا الوصول ما شاء الله على هذا التحرك بدت بيا بالابداع بدت بالتغيير هناك من ثالث المراكز الى ثاني المراكز الى الصدارة والمقدمة سلام بيا بيا للسلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي هناك مع بيا مع الصدارة مع المقدمة هناك بيا من تنتزع هذا الشوط أما ثاني المراكز هناك شرود ولكن خلاص لحظات الفوز والناموس لبيا سلطان بن محمد بن سلطان الاكتبي ثاني المراكز شرود حمد بن خويتم بن مخيت العامري ثالث المراكز في ثالث المراكز الوصول منها زاريف عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي رابع المراكز وعد عبد الله بن ناصر الشريفي خامس المراكز في خامس المراكز مهابة علي بن عبد الهادي بن سالم المر التوقيت الزمني 6:30 ثانية تاني الناموس على هذا الفوز والانتصار